هاد الندوة أولا دارت باش يعبروا فيها كاع المتدخلين في هاد الندوة، لا أطباء ديال القطاع الخاص، أطباء العامين ولا أطباء الأخصائيين، لا المصحات، لا الأطباء ديال الأسنان، لا الإحيائيين، باش يعبروا على الغضب ديالهم من عدم المساواة، وهاد الشيء راه منصوص عليه. إذن هاد المساواة كان خصها ولا بد تكون، وهذا هو اللي تنطالبوا دابا، تنطالبوا إعادة النظر في داك لو دوكري باش تكون هاد المساواة. كذلك تنطالبوا بالرعاية ديال الوكالة ديال التأمين، أنه اللي هي الريجولاتور، أنه نجلسوا ويكون اتفاقية فيها تحفيزات، اتفاقية اللي فيها تحفيزات كما كاين في العالم كامل. فالصندوق تيخلص أكثر من 80% ديال المصاريف المهنية ديال الأطباء، ورعطاكم الدكتور أقومي والدكتور هيكل قال بأنه مثلا في كندا ولا في أمريكا راه تتوصل حتى 100%، فرنسا 80%. إذن هنا ماشي ما كاينينش تحفيزات ولكن ما كاينش المساواة، ولهذا تنطالبوا بهاد المساواة، ونتمناو أنه الحكومة الموقرة ديال صاحب الجلالة أنها غادي ترجع لطاولة الحوار، لحقاش هي من ما بين الأسس ديالها تتبنى الحوار. نتمناو أنها لحقاش راسنا سيد رئيس الحكومة، وكذلك مشات من نفس الرسالة مشات للسيد الوزير المنتدب في البيجي سي القشاع، مشات لوزيرة المالية، مشات لوزير الصحة، مشات المدير ديال لاسينيساس، مشات المدير ديال لانا، مشات الرئيس الهيئة. إذن تنتمناو أنه يكون حوار، حوار بناء، باش يكون واحد الرضا ديال هاد الشغيلة، باش يمكن لها تخدم وتعطي أكثر. وحنا تنقولوا بأننا كنا مستعدين واقفين ومجندين لإنجاح الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية، وكذلك تنقولوا بأننا احنا غنبقاو واقفين في هاد الحالة ديال الطوارئ للتصدي ولتطبيب المواطنات والمواطنين في هاد الجائحة. ونتمنوا أنهم الناس غادي يبقاو محترمين التدابير الاحترازية، أنهم غادي يديروا التلقيح ديالهم، أنهم الناس اللي خصهم يديروا الجرعة الثالثة غادي يديروها. علاش؟ لحقاش إلى ضرات الصحة ديال المواطنين راه ما تيكونش عندنا الربح، راه تتكون عندنا الخسارة، وهذا الشيء اللي ما نبغيوش يكون. وبغينا باش ترجع واحد الحياة وخشبة عادية، وباش كذلك باش يتعافى الاقتصاد ديالنا. إذن احنا لتنقولوا بأنه إلا كان الطبيب خدام في واحد الراحة فهو غادي يخدم مزيان، وغادي كذلك كاين الصندوق غادي يدير واحد الاقتصاد، غادي يدير واحد الاقتصاد اللي غادي يجعله أنه ياخذ علاجات أخرى بالنسبة لهذاك المؤمن. وخصنا نقولوا بأنه التعريفة راه ما تراجعاتش منذ 2006، وراه كيما عطاو راه المؤمن هو اللي تيخلص اكثر من 54% من جيبه. اذا فهذا الشيء علاش حك قله الحوار. شوف دابا القانون 65/00 تيقول بانه قد تكون مراجعه كل 3 سنين، ولهذا تنقولوا ما يمكنش تجي شي حاجه وتنزل كما نزلت دابا هذه بدون مساواه. فاش كان هذا التعريفات دارت للصيادلة والمهندسين والمنطقين، فكان يجب إعادة النظر في المناقشة اللي كانت مع الهيئة، ولهذا تنعتبروا بأنه ذاك المناقشة ديال نوانبير فهي لاغية، وراه صرحوا بها حتى الممثلين ديال الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وحنا خدامين ليد في ليد. علاش؟ باش ننجحوا هذا الورش الملكي، وباش يكونوا الأطباء بخير وعلى خير، باش ما يهاجروش لبلايص أخرين ويبقوا هنا. هذه الندوة كانت أساسية باش نبينوا للرأي العام بأن الأطباء هما مخرطين طبعا في الورش الملكي ديال التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، لكن الأطباء تيناضلوا هذه 20 سنة باش تكون عندهم تغطية صحية كأي إنسان وكأي مواطن مغربي. فاستغربنا بأن شفنا من بعد 20 سنة تنتسناو، ومن بعد
مناقشة مع الوزارة الصحة، فخرج الحكومة خرجت واحد القرار جديد اللي ما كانش متفقين عليه الأطباء أو النقابات أو الهيئة الوطنية للأطباء، واحد المساهمة ديال الأطباء واحد النسبة اللي تتختلف بين المهن الحرة الأخرى، وحنا استغربنا. إما المساواة على الجميع مرحبا، إحنا ماشي ضد الانخراط، ماشي ضد المساهمة، إحنا خصنا نساهموا وواجب علينا نساهموا، ولكن في إطار المساواة وفي إطار معقول اللي تبين بأن الطبيب عنده واحد دور أساسي لإنجاح المنظومة الصحية، لإنجاح هاد الورش ديال التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، ولكن ماشي الطبيب خصو يخلص أكثر من أي مهنة أخرى. يمكن الحكومة تكون عندها معايير تفسر لنا هاد المعايير، يمكن تكون عندها معطيات أخرى تفسر لنا هاد المعطيات، إحنا ماشي ضد، إحنا بغينا نشاركوا الحكومة في النجاح ديال هاد الورش، ولكن بغينا في واحد الإطار معقول، الاحترام الطبيب الدور ديالو، الدور ديالو الاجتماعي والصحي والمساواة مع جميع المهن الحرة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.